في إطار التعاون الكبير بين مصر والدول الصديقة والشقيقة من القارة الأفريقية، شهد الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور ممتاز شاهين مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية إطلاق الدورة التدريبية في مجال المحاجر البيطرية للحماية من الأمراض العابرة للحدود لعدد من المتدربين الأفارقة. التدريب بيتم على محورين. المحور الأول إما من خلال مزارعنا المشتركة الموجودة في حتى الآن في 8 دول إفريقية، لأننا 9 مزارع منتشرة في الدول الإفريقية سواء في الشرق أو الغرب أو شمال إفريقيا، أو من خلال أن احنا بنستضيفهم من خلال المركز الدولي أو العلاقات الزراعية الخارجية، أو من خلال الوكالة المصرية للتنمية من خلال وزارة الخارجية. كل المحاور دي بنشتغل عليها، والحقيقة عدد الدول وعدد المزارع والتدريب والحركة بدأت الحقيقة بعد رئاسة مصر الاتحاد الإفريقي، بعد النشاط الكبير اللي عمله في خامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالنسبة للدول الإفريقية. الدورة فيها 24 متدرب هيستفيدوا طبعا من البرنامج التدريبي اللي يستمر على مدار 5 أيام من الحد للخميس، واخترنا يوم الأربع إن هو يبقى يوم حقلي تطبيقي، هيروح يزوروا مزارع وهيروح يزوروا محاجر ويعرفوا على كل ما هو جديد والتقنيات الحديثة اللي طبقها بفضل الله سبحانه وتعالى معامل ومحاجر وزارة الزراعة في مصر. تعقد الدورة التدريبية والتي تقيمها وزارة الزراعة من خلال معهد بحوث الصحة الحيوانية وبدعم من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية لمدة 6 أيام من خلال برنامج تدريبي نظري وعملي. من أهم النقاط اللي بنحرص عليها في تعاوننا مع الدول الأفريقية أو في دعمنا للدول الأفريقية تقديم دورات بناء قدرات في مجالات مختلفة. من أهم المجالات اللي أفريقيا محتاجاها واللي الدول الأفريقية بتطالب بيها المجالات الزراعية ومجالات الثروة الحيوانية والسمكية. من هذا المنطلق بنتعاون مع وزارة الزراعة بمختلف جهاتها، مركز البحوث والمعاهد المتخصصة اللي فيه، لتنظيم دورات بشكل سنوي لمتدربين من الدول الأفريقية في معهد بحوث صحة الحيوان. وخلال اليوم الأول من فعاليات البرنامج التدريبي أكد 24 متدربا من 22 دولة أفريقية على أهمية البرنامج التدريبي ودور مصر المحوري في التصدي للأمراض الوبائية مثل إنفلونزا الطيور وغيرها من الأمراض الأخرى. مصر دولة رائدة في مجال التصدي للأمراض الوبائية المختلفة التي تهدد الثروة الحيوانية والداجنة، وأعتقد أن بلدي غانا ستستفيد من هذا التعاون في المجال التدريبي، لا سيما أن البرنامج يناقش نقطة هامة وهي مجال المحاجر البيطرية ومكافحة الأمراض العابرة للحدود. الدورة التدريبية تناقش الأمراض الوبائية العابرة للحدود، وهو موضوع هام لأن محاصرة الأمراض الوبائية والقضاء عليها يتطلب تعاون كبير بين كثير من الدول وليس دور دولة واحدة. مصر لديها خبرات وباع كبير في مجال التغلب على الأمراض الوبائية، وأعتقد أنه يمكنني نقل تلك الخبرات لبلدي تشاد لمكافحة الأمراض الوبائية ومنع انتقالها إلى ليبيا عن طريق تجارة قطعان الماشية، وبالتالي منع انتقالها إلى مصر. حرص كبير من وزارة الزراعة من خلال تقديم الدعم للدول الشقيقة من القارة الأفريقية من خلال تقديم البرامج التدريبية التي تسهم في خلق تنمية حقيقية لأبناء القارة. أحمد سعيد، مصر الزراعية.